السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا اللي بيشوفونا من القاهره والمحافظات، اخواتنا اولادنا العاملين والمقيمين بالخارج، واللي بيشوفونا من الاشقاء. الذهب، تمشيه الذهب 10 دقائق مش كتير. اسعار قياسيه بنشوفها للذهب، فاهم سؤال عند الناس اللي لسه ما اشترتش، وهم انواع وفئات، يعني سؤال الشراء مش ثابت بنفس السؤال ونفس الثقه لكل الناس. عشان كده هنجاوب على سؤال، هو ده وقت الشراء؟ هو ينفع اشتري؟ انا هنشوف الذهب المحلي لوحده والعالمي لوحده. في الذهب المحلي كل مرة نزول تنفع شراء، ولا يوجد وقت شراء معين، وهذا الشراء بيشترط عليه انك رايح تقعد في الذهب اجل طويل طويل، زي بعيد بعيد كده، ورايح تقعد هذه المدة وتكون بتشتري، يا بتفنش بتنهي. كنت مقسم فلوسك على 5 واشتريت 4 مرات وفاضل واحدة، او بتبدأ ولسه وصلك فلوس جديدة ومقسمها وهتبدأ تاخد واحدة. انما لا دي موجة شراء بالشراء، اللي هو حتى لو هتستنى اجل طويل مش كده برضه، متمشيش كده. طبعا احنا بنجاوب ده مش بالمزاج، احنا في عندنا 3 عوامل رئيسية. 1، سعر الصرف في مصر، وهذا السعر مرشح لانه يزيد ما يقلش حتى وان طال ثباته، فده وقت مؤقت، انما اللي جاي زيادة مش نقصان. وعندنا السعر العالمي، وهو في زيادات قياسية هي اللي بتدفع الذهب محليا لوحدها بهذا الارتفاع، ما بالك بقى لو بقى ارتفاع عالمي وكمان سعر صرف. اوه هتشوف 4000 في عيار 21 اللي هو ب 700 دلوقتي. ماشي. العامل الثالث العرض والطلب، يلا نقله بقى هنا. طيب وفي العرض والطلب عندنا ايه؟ المصريين اللي عايزين يشتروا حالا مش كتير، مفيش طلب على الذهب بقدر ما المصريين مترقبين حركة البيع. ناس عايزة تبيع ذهب مش عايزة تشتري، الغالبية كده، لأن الناس دي في ناس محبوسة من شهور فاتت. لو رحنا للذهب العالمي عشان نجاوب على سؤال، هل الذهب للشراء دلوقتي بعد المستويات الكويسية دي؟ طب ولو نزل نعمل ايه؟ شوف يا سيدي، الذهب مسجل ارتفاعات جديدة الأسبوع ده لأول مرة يوصلها في التاريخ. دلوقتي الرأي اللي بقوله لك ده رأي مجموعة مالية هقول لك اسمها. يجب على المستثمرين النظر إلى الوضع كفرصة للشراء، فرصة للشراء معقولة؟ حتى مع احتمالية وجود انعكاسات على المدى القصير، اللي بتقول كده مجموعة جوليوس باير السويسرية، ودي بتعتقد بوجود أساسيات قوية تدعم الذهب على المدى الطويل. يعني على المدى الطويل الذهب هيزيد، فاشتري دلوقتي حتى لو الذهب تعرض من وجهة نظرهم لانعكاسات على المدى القصير. بعد شوي طبعا دي مذكرة، ده انا بقرأ لك منها، دي مذكرة عاملها مجموعة جوليوس باير السويسرية للعملاء بتوعها، يعني مدفوع فيها فلوس، ومقدمة الخميس اخر النهار، تحمل توقيع الخميس 17 اكتوبر 9 مساء، وبالتالي كانت لسه يوم الجمعة واسعار الجمعة ما حصلتش، لكن دي التوصية. يعني شايفين الذهب العالمي دلوقتي فرصة، وبينصحوا العملاء عندهم انهم يشتروا، وكمان شراء مفتوح وهو ب 700 و720، وايه الارقام دي؟ دولار طبعا. دي النصيحة. دول على فكرة، يعني انا من بشوف ان المؤسسة اللي طلع تقرير بهذا الوزن وبهذه التوصية المفتوحة الصريحة في هذا التوقيت للمستويات القياسية جدا للذهب، دي مجموعة جريئة جدا. يعني جولدمان ساكس اختفى، جي بي مورجان ما شفناهوش، دوتشا الالماني كان عنده تقرير المفروض يطلعه الخميس او الجمعه اختفى، كله خد قرار الصبر الاستراتيجي، استنى اما نشوف. انما ان حد يطلع بهذه الجراه والكفاءه ويدي عنوان صريح جدا في المذكره بتاعته اشتروا، واشتروا بقوه، واعملوا حسابكم في مجموعه شويه اوقات هيحصل انعكاسات على المدى الزمن القصير، ثم سيتجاوزها ويصبح القادم ارباح فقط في اسعار الذهب. القادم ايه يا حضرات؟
ارباح فقط. اكمل لك، بيقول ان من بين الاسباب اللي بتجذب المستثمرين الباحثين عن ملاذ امن ايه يا سيدي؟ الخبير اللي كاتب المذكره ليهم، واحد، تباطؤ اكبر في الاقتصاد الامريكي، تقديرات تشير الى ان الاموال الفدراليه قد تكون عند مستوى اقل، وبالتالي بيلمح ليه مستويات خفض الفائده المرتقبه وانها تكون مستويات عاليه. يبقى الناس دي بتقول ايه؟ احنا عارفين اهو احنا بنعمل المذكره دي ان الذهب مسجل ارتفاعات جديده وقياسيه، وشايفين انه يجب على المستثمرين انهم ينظروا للوضع الحالي ده اللي هو المستفز اللي يخوف ده كفرصه شراء مع احتماليه وجود انعكاسات على المدى القصير، لان احنا شايفين في اساسيات قويه بتدعم الذهب على المدى الطويل، وبالتالي هتعوض اي نزول محتمل. وبيقولوا في خطر فعلا ان ممكن تحصل انتكاسه لكنها قصيره الاجل، قد تصل الى ما يصل لهبوط حوالي 10% اذا اعتمدنا على التاريخ كمؤشر. اللي بيقول كده في جوليوس باير كريستن مينكي، ده رئيس ابحاث الجيل التالي. يبقى احنا كده غطينا العمليه دي. قال لك ارتفاع الذهب مدفوع بديناميكيات السوق وبمعنويات السوق، العقود الاجله بتشهد حالة من النشوة الشديدة، والتوقعات بشأن الدولار الأمريكي، أسعار الفائدة الأمريكية بتقول حدوث انخفاض طفيف في الأسعار. طيب تمام، ده كده اللي احنا بنقول. بيقول تاني هو منيه كده، السيناريو اللي قدامنا بيشير أو بيزود من مخاطر حدوث انتكاسات لكن على المدى القصير، وبننصح حضراتكم زي ما بنقول لكم دلوقتي وقت الشراء حتى لو هينزل، ان اوقات النزول القادمه اللي هتبقى بمثابه انتكاسات قد تحدث في الاجل القصير هي فرص شراء، ويجب رؤيتها كفرص شراء، وتظل الاسس الداعمه لارتفاع الذهب قويه على المدى الطويل، فالتزموا. طبعا انتكاساته عالميا، هو بيتكلم في الانتكاسه دي اللي هو ممكن من 40 ل 50 دولار يعني، فانت دلوقتي 720 700 وحاجه و20 تبقى 680 690 في المنطقه دي، ثم يرد ويكمل بقى ناحيه ال 800. عشان كده هو بيقول لك على الاجل الطويل، سواء اشتريت دلوقتي بقول لك اشتري، سواء اشتريت استنيت لمواعيد الانتكاسات الاسبوعين ثلاثه الجايين برضه بقول لك اشتري. كده احنا نستنتج حاجه بقى اللي في ثنايا هذه المذكره، بس احنا مش هنقراها كلها يعني، كالاتي: واحد، ان هذا التوقيت ليس وقت البيع، وان الذهب على الاجل الطويل هيجيب لك ارقام اعلى واكبر بكتير من اللي انت مستنيها. معايا؟ اعلى واكبر بكتير من اللي انت مستنيها، يعني ده مش وقت البيع. ادي واحد. اتنين، على المحتفظين بالذهب عالميا او محليا الا يتحركوا من اماكنهم، فالوقت الحلو لسه ما جاش. وهنا كنا بنغني الاغنيه دي في التمشيه اللي فاتت في نفس المكان، دنيا ماشيه وعمر ماشي لسه احلى سعر ما جاش، فاستنى وان شاء الله نعلم ولاد النجاشي اللي فوق اللي قاطعين عليها الميه، عشان النجاشي على وزن القافيه بس مش اكتر. عدتونا 1000 لايك؟ طب ليه؟ انا جيت اهو، مش تعدونا؟ يلا، والجماعه عندنا حالفين يخلصوا الدولار، فلسه انت ممكن يدفع الذهب بقى محليا بالذات سعر الصرف كمان. ترقب العمليه دي. يبقى انت عندك توصيه جوليوس باير دي، خدها في الاعتبار. وكده انا جاوبت على سؤال اللي لسه عنده مرات شراء، عشان الناس اللي ممكن تيجي في اي بس اسئله وتسال السؤال، احنا كده جاوبناك اهو، سواء في السعوديه، في امريكا، في اوروبا، ايا كان موقعك وهتشتري على الذهب العالمي. دي الاجابه ليك، ال10 دقايق دول ليك يفهموك تعمل ايه ان شاء الله وربنا يوفقك. ايه اللي على الاجل القصير؟ ايه اللي على الاجل الطويل؟ إيه المحلي؟ طالما مفيش توقعات لنزول الدولار، ليه في توقعات لممكن يحصل نزول بسيط في سعر الذهب محليا 50 جنيه؟ ما بقيناش نقدر نقول 100 جنيه حتى، 50 70 كده، بس لما يحصل نزول في العالمي، حتى مش لو عمل بقى في مصر صفقة بيع أصول، لو عمل ثلاث صفقات في وقت واحد
ده كان ينفع يتقال في شهر 6 شهر 7 8. دلوقتي مع تكاثر وتزاحم جدول الدين اللي المفروض نسدده، وكمان جدول الواردات اللي واقفه في المواني، فانتهى الموضوع ده ومحتاج فلوس يحل أزمة مش يسعر سوق. وانا كده كمان خلصت، فبشكركم شكرا جزيلا. للناس اللي بتحبنا خدوا فيديو صورة سكرين شوت وبعتوها لنا على الواتساب، بعد البث ما يخلص هتلاقوا جروب الواتساب في التعليقات، اللي مش معانا ينضم لنا، وكمان قناة التليجرام. اعملوا فولو للصفحة والقناة اللي بتشوفونا منها دلوقتي، ونلتقي ليلا. احنا عندنا بس على قناة التليجرام صوتي الليلة قبل العشاء. حلو، مواعيد مشايخ اهي. هو ده تمويه عشان بس خاطر الاخوة الاعداء، انما الاخوة الاصدقاء فهيبقوا فاهمين انا بقول ايه. المهم خليك هناك يعني، وفعل الجرس ما تكتمهاش. احنا بنحاول نوفر عليك كهرباء وانترنت، وهناك مش مطلوب منك لا تعمل لا لايك ولا اي حاجة، تسمع بس، لان بعد ما بتسمع ما بيبقاش موجود الفيديو، بتشال التقنية كده هناك. يعني كن هناك ان شاء الله. بنستقبل الليلة بقى، فليلكم سعيدة ان شاء الله، ودعواتكم كتير. اللي مش عارف يعمل لايك ولا عارف يكتب تعليق يدعينا. ربنا يوفقكم جميعا. الى اللقاء، السلام عليكم. Beyler fabrikadan getirdik. İmalat ben getirdim.